يمكن أبرز قطاعات في المنطقة بتعتمد على وضع السوق، ولكن لو مثلا بصينا على الإمارات طبعا هو أبرز القطاعات القطاع العقاري، النمو الهائل اللي حصل فيه في الفترة السابقة والتعافي الجيد جدا اللي حصل في خلال 3 أعوام الماضية، القطاع المصرفي والقطاع اللوجستي. لو برضو بصينا على المملكة العربية السعودية هنلاقي برضو القطاع المصرفي، قطاع البتروكيماويات والقطاع الاستهلاكي، وفي بقية المنطقة بنلاقي يمكن مزيج من القطاعات الاستهلاكية أو القطاعات المالية اللي هي ما زالت بتمثل أكبر القطاعات، لأن أنت النهاردة يعني لو بصينا على الأسهم المدرجة في المنطقة العربية هنلاقي يمكن أكتر من 45% من القيمة السوقية لهذه الأسهم المدرجة في المنطقة العربية في القطاع المصرفي. ولو استثنينا القطاع البتروكيماويات بالأخص في السعودية هنلاقي هذه النسبة ترتفع إلى تقترب من حوالي 60% أو 70%. فبالتالي أنت عندك هذا القطاع مليء وعليه إقبال شديد جدا. بتشوف بقى، وطبعا وهو ده عشان كده احنا كنا بقالنا فتره بنحاول ان احنا نجتذب استثمارات ونجتذب شركات ان هي في قطاعات مختلفه عشان نقدر ننوع بشكل كبير الفرص الاستثماريه في هذه المنطقه. طيب انا ساعود معاك للسوق، لكن قبل ذلك انت تحدثت عن القطاع العقاري في الدوله. نحن نعرف انه في بعض المخاوف تاتي من اسواق الدول الناشئه ومخاوف من عملاتها، وراينا ذلك الاثر، والبعض بدا يتحدث انه يجب تهدئه الامور في الاتجاه الصاعد لكي لا تتاثر بشكل كبير القطاع العقاري تحديدا بازمات قد تكون محتمله. ما تراه في القطاع العقاري من خلال الابحاث اللي بتقيموها، هل ترى انه بالفعل يستند ارتفاعات الاسعار فيه الى قاعده صلبه؟ شوف، القطاع العقاري في دولة الإمارات أعتقد به الآن عدد من الروابط، أو أقول أقدر أقول التنظيمات النقاط التنظيمية أحسن بكثير من ما كان موجود قبل الأزمة المالية العالمية. وأعتقد دوت نشأ بفعل ما حدث في هذه الأزمة. أعتقد الارتفاع اللي احنا شفناه، ودي نقطة مهمة جدا، في السنتين اللي فاتوا أو يمكن بالأخص في 2011 و2012، كان ارتفاع غير مصحوب بنمو في عدد المعروض، ولكن كان ارتفاع مبني على إقبال على ما هو موجود. ودي نقطة مهمة جدا، لأن احنا النهاردة كانت من الأسباب، من بعض الأسباب إلى الهبوط الشديد في هذا القطاع في فترة سابقة هو الزيادة الشديدة المفرطة في البناء. احنا لا نرى هذا الآن، دي أول نقطة. النقطة الثانية إن أنت الاتجاه النهاردة يعني الصعود في الأسعار أو الصعود في الأسعار في هذا القطاع لا ليس صعود مغالى فيه. أنا أتذكر في 2007 و2006 القطاع العقاري الأسعار كانت بتنمو بما يزيد عن 30 و35% في السنة. إحنا لم نقترب بأي شكل من الأشكال من هذه الأرقام. يمكن في بعض المناطق يعني تخطت أو اقتربت من هذه الأرقام، ولكن بشكل عام إحنا حتى لم نقترب من ثلث هذه الأرقام. طيب أعود للسوق، واضح جدا اليوفوريا المشهودة في أسواق المنطقة بشكل عام. أيضا نفس السؤال، الارتفاعات السعرية هل هي تعتمد على كما يقال في التحليل الفني موجة بعد موجة ارتفاع بعد موجة هبوط سابقة كنا شاهدناها في الفترة الماضية، وهذا يعني أنها مبررة وقد نرى عودة لأسعار مقاربة لما رأيناه في 2008 مثلا؟ الحقيقه في بعض، انا خليني اكلمك على حاجتين. اول نقطه وهي مستوى السيوله، حجم التداولات يمكن زاد عن ما رايناه في 2008. في حاجه تانية برضو بنسميها التيرن اوفر ريشيو، او حجم التداولات او حجم التداولات السنويه للقيمه السوقيه للاسهم المدرجه، ودي يمكن تخطت اعلى النقاط في الفتره السابقه. هذا بفعل السيولة، ده بشكل أكيد. ويمكن زي ما أنا قلت في الأول، السيولة يمكن هي الكيورد أو النقطة الرئيسية فيما يحدث حاليا في الأسواق. ولكن أيضا يعني عشان خلينا نتكلم بمنتهى الصراحة، بما يشهده الاقتصاد من طفرة، سواء على مستوى البناء، سواء على مستوى الاستثمار، سواء على مستوى التجارة، التجارة البينية، اللوجستية، الترتيبات وما إلى آخره. وفي حالة من الاستقرار، في حالة من التفاؤل، وكان في أثر إيجابي على دبي بالتحديد من ما حدث من في بعض دول الربيع العربي وإعادة
توجيه الاستثمارات لمنطقة دبي، زيادة في السياحة، زيادة في التجارة. فهذا الارتفاع كان مصحوب بتغير حقيقي في الفاندمنتالز أو في أساسيات، وكان مبرر إلى حد كبير.